السلام عليكم، ازيكم يا ولاد؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله احنا هنشرح مع بعض النهارده ماده الابلايد نيوتريشن. طبعا احنا الحمد لله على مدار الثلاث اسابيع اللي فاتوا يمكن اكتر غطينا السيشن 2 كله اللي موجود في الكتاب، وعملنا كل تقريبا شرحنا كل الاكويشن اللي موجوده، الفود كومبوزيشن، خلصنا كل حاجه، استخدمنا المعادلات، عملنا عليها براكتس، شرحناه بالكامل الحمد لله وغطيناه وعملنا براكتس بما فيه الكفايه. والحمد لله ان كان دوت واحنا متواجدين مع بعض، واحنا حتى قلنا هنبدا بيه علشان خاطر لو في اي ظروف حصلت نبقى احنا مغطين تقريبا اصعب جزء في الكتاب. فالحمد لله هو انتهى مع بعض وكنا مع بعض فيه وحلنا مع بعض امثله كتير، ومعانا الامثله البراكتس او الاكسرسايز اللي موجوده في الكتاب كلها تم حلها، وفي نفس الوقت ادينا براكتس تانية او اكسرسايز تاني وتحل معاكم في الواجبات المنزليه. لو سمحتوا انا بس عايزاكم تراجعوا على النقطه دي كويس، او السيشن ده ما يتسابش، لانه ما كناش هنفضل مستمرين في الشغل بيه، هنتعب هننساه وهيتوه مننا وهتدخل المعادلات في بعضها، فاحنا لازم نبقى على طول في مراجعه. وان شاء الله بعد ما نمشي بس شويه كده في المنهج انا هبدا اعمل زي سيشن كده مراجعه، وندي فيه اكسرسايز على الايكويشن اللي موجوده في هنبدأ الأول بتعريف Definition and Goals of Nutrition Education، تعريف وأهداف التثقيف الغذائي. كتير أنا شرحت معاكم على أهمية الوجبة الغذائية الصحية السليمة، وإزاي نتبع الأسس العلمية الصح في تكوين الوجبة الغذائية الصحية، وشرحنا ده كتير وقلنا لازم نحترم عادات وتقاليد الشعوب ومعتقداتهم الدينية، وإزاي نقدر نقنع الناس بأن الوجبة الصحية هي الحل الأمثل لكثير من الأمراض اللي قد تكون عالقة بمجتمعنا، أو اللي تقريبا موجودة في أو متعايشة معانا. يعني هدف السبب الرئيسي فيها هو عدم استخدام أو عدم اتباع الأساليب العلمية الصحية السليمة في اختيار نوع الأكل وكيفية تكوين الوجبة الغذائية الصحية. أما نيجي نتكلم عن definition of nutrition education، يعتبر يعني طبقا للتعريف اللي موجود في الكتاب a part of applied nutrition، هو جزء من ال applied nutrition اللي هي التغذية التطبيقية التي تركز على that forced its resource toward learning، اللي هي بتركز على مواردها زي التعليم adaptation اللي هي التكيف و and acceptance of healthy eating habits اللي هي تقبل عادات الأكل الصحية. اذا احنا الهدف الرئيسي بتاعنا ان احنا ازاي نتعلم وفي نفس الوقت نبدا نعمل موديفيكيشن، يعني تعديل لسلوكياتنا وادائنا في تكوين الوجبه الغذائيه بتاعتنا. ده المقصود بالكلام، ازاي احنا ننشر ثقافه او الثقافه الغذائيه ما بين الناس، سواء كانوا individuals او جروبز، اني بيرسون، مش مشترط فيها حد معين. ازاي نقدر نعمل معاهم تثقيف غذائي بحيث ان احنا نعلمهم قواعد التغذية الصحية السليمة، ونحافظ على عادات الاكل الصحية اللي المفروض يتعلموها ويعرفوها ويوصفوها، يعني يوصفوا الاكل على حسب وظيفة كل اكل داخل جسم الانسان. Nutrition Education Main Goals، يعني مقصود بها هنا الهدف الرئيسي من التثقيف الغذائي او التثقيف التغذوي to make people aware، توعية الناس خلاص of what constitute a healthy diet and way to improve their diet and their lifestyle. يعني ان احنا بيعتبر الهدف الرئيسي من التثقيف التغذوي هو توعية الناس ازاي يشكلوا نظام غذائي صحي وطرق تحسين الوجبات الغذائية واساليب حياتهم. يبقى احنا لازم نعدل من اساليب الحياة، واحنا شرحنا قبل كده اللايف ستايل وقلنا ان اللايف ستايل دي عبارة عن اربعة بارتس، اول حاجة الغذاء والتغذية، او البارت ذا فيرست بارت النيوتريشن اند اند فود، الثاني بارت او بارتيشن 2 اللي هو الفيزيكال اكتيفيتي، رقم 3 او الحاجه الاهم المهمه وهو الهيلث اديوكيشن، التثقيف الصحي اند هيلث نيوتريشن. في نفس الوقت كمان ممارسه الرياضه، الفيزيكال اكتيفيتي مهمه جدا، ده المفروض ان احنا بنعتبر ده اللايف ستايل. وقلنا كمان حاجة اللي هي ساعات النوم،
ساعات النوم مهمة جدا علشان تكتمل مثلث اللايف ستايل بتاعنا. يبقى إذا عندنا 3 أوجه للحياة الصحية السليمة: الغذاء والتغذية، الراحة التامة، ممارسة الرياضة، وتغيير السلوكيات والعادات الغذائية والصحية الخاطئة أو تعديلها بقدر الإمكان. عشان نقدر نوصل لده لابد إن احنا نعمل حاجة اسمها تثقيف غذائي من خلال through different channel، يعني مختلف القنوات اللي بتشتمل على الاكتيفيتي للانديفيدوال، الكوميونتي، انتي بوليسي لايف ليفلز اللي هي يعني على مستوى العالم، يعني مش على شرط الاقليم المحلي او الانديفيدوال بس، لا المفروض ان احنا بنعمل ده على مستوى العالم. طيب the role of nutrition education programs، ايه هو الهدف من او الدور اللي بتقوم بيه برامج التغذية او برامج التثقيف الغذائي؟ لها دور كبير، طبعا لها دور كبير بتقوم بيه. اول حاجة عندنا بتقول على National Nutrition Education Programs، البرامج دي بتبقى برامج دولية are found to effective، بتبقى موجودة للتأثير، بيكون لها تأثير فعال improving، بتأثر في ايه بقى؟ improving child growth، في نمو الاطفال. اذا احنا لما بيبقى عندنا تثقيف غذائي سليم للام، هيبقى عندنا طفل مولود بيتمتع بحياة صحية جيدة. يبقى اذا هو مهم جدا في تحسين نمو الاطفال. الانيميا بردك بيعدل او بيصح او عن طريق التثقيف الغذائي ونشر التوعيه الغذائيه باهميه الاكلات او الوجبات الغذائيه اللي بتحتوي على نسب عاليه من الحديد، ممكن او في الحاله دي بنقضي على الانيميا اللي موجوده ما بين انديفيدوالز برضو او كوميونتي ايا كان. احنا لما بنيجي نعمل برنامج غذائي بنعمله علشان نسيطر على مشكله ما موجوده في اني بليس، اي مكان يعني. خلاص طيب نعمل كمان موديفاينج دايتري براكتس. يعني ايه موديفاينج؟ يعني بنعمل تعديل للبراكتس دايتري للممارسات الغذائيه بتاعتنا اللي بيكون لها ذات ديفكت، يعني افكت اللي هيكون لها تاثير على الكورونيك ديزيز، على الامراض المزمنه. احنا قلنا قبل كده في حاجه اسمها الامراض المزمنه اللي بتبقى ناتجه عن سوء التغذيه، وقلنا ان سوء التغذيه مش شرط ان يبقى يكون نحافه او سمنه او لا، سوء التغذيه يعني عندنا خلل في عنصر غذائي معين، ممكن يكون بالزياده او بالنقص. فممكن الدايابيتيك، المرضى السكري خاصة لو هو من مرضى النوع الثاني، بيبقى عندهم نتيجة لزيادة كمية الكربوهيدرات اللي بيتناولها الفرد مع قلة كمية الأنسولين المنتجة بتؤدي إلى حدوث مرض السكر، وفي نفس الوقت في وجود السمنة مع بعد سن 40، فده يعتبر من المواد أو من الأمراض اللي هي بتبقى ناتجة عن السمنة أو عن سوء التغذية زي ما قلنا كده، إما بالزيادة أو بالنقص. بردك نفس الحكاية أمراض القلب، أمراض الضغط، دي كلها بتبقى عبارة عن سلوكيات وممارسات وعادات غذائية خاطئة بنتبعها في استخدام الأكل اللي احنا بناكله، زيادة في السكر، زيادة في الملح، الناس اللي بتاكل حوادق كتير وموالح إذا هي سلوكيات. السلوكيات دي عايزين نعمل لها تعديل modification عشان نعدلها، عشان تحسن لنا الممارسات الغذائية بتاعتنا ويكون لها تأثير على الأمراض المزمنة اللي أصبحت متواجدة معانا أو موجودة في كل بيت. تاني حاجة أو تعتبر identify enhance develop and strengthen national capacity to provide nutrition education for general public. يعني ايه الكلام ده؟ يعني معناه ان احنا identify and enhance، يعني بتحدد وتعزز، and develop وتطور، ايه بقى؟ strengthen اللي هي القدرة على اكتساب او القدرة على توفير او القدره على انها بتوفر لنا الامدادات بالتغذيه او الاديوكيشن نيوتريشن دوت على تكون يعني لمعظم افراد العالم، يعني جنرال بابليك للعالم كله تقريبا عامه يعني، او كمان للسكول تشيلدرن لاطفال المدارس اند وكل المجموعات، يقصد بيها هنا الفئات اللي هي المجموعات اللي هي عندها قصور ما، يعني زي كبار السن، زي مثلا البريجننت اللاكتيشن، ده المقصود بالكلام ده. هيجي بعد كده امبروفينج الماترنال اند يونج تشيلد فيدنج، يعني تحسين التغذيه للامهات والاطفال الصغار، تغذيه الامهات والاطفال الصغار، لينكينج نيوتريشن اند فاميلي اجريكلتشر، بتبقى في علاقه ما بين او الربط ما بين التغذيه والاسر اللي هي عندها مبدأ الزراعة في البيت وكده. المفروض ان احنا بنعمل لهم تثقيف غذائي، الغرض منه هنا ان احنا نوجههم ليه ازاي يستغلوا عملية الزراعة دي في انتاج محاصيل غذائية هامة
للجسم، اهم الجسم يستفاد منها، تبقى مصدر للفيتامينز والمينرالز واكتساب المناعه وهكذا. برومتنج نيوتريشن ليرنينج ان سكول، يعني ايه تعزيز؟ برومتنج هنا نقصد بيها ان احنا بنعزز او يعني بنزود عمليه الليرنينج نيوتريشن، تعليم النيوتريشن في المدارس. يعني المفروض ان احنا زي ما كده عندنا حصه للعربي وحصه للمواد العلوم والمواد الاجتماعيه، لا يبقى عندنا كمان حصه للتثقيف الغذائي، بحيث نبث هذه الثقافه منذ الصغر مع الاطفال، يطلع عنده ممارسات وعادات غذائيه سليمه تتماشى معاه في باقي مراحل العمر. خلاص. بعد كده الإديوكيشن أند أدفانس أون هانجر أند مال نيوتريشن فور تشيلدرن أند يوث، هنا المقصود بيقول لك إن إحنا نعمل تثقيف وأدفانس يعني ودعوة أو توعية يعني للي هم الناس اللي هم الأون هانجر اللي هم اللي عندهم مجاعة، والمال واللي مسيد ما بينهم بردك المال نيوتريشن. إحنا ساعات بنشوف كده في التلفزيون يجيبوا لنا صور من الصومال من أفغانستان، بس ليه عندنا بعض الأطفال بس ليه يعني رقبتهم مثلا رفيعة قوي، وشهم منفوخ، بيبقى باين عليهم علامات سوء التغذية، ده نتيجة المجاعة المنتشرة والفقر اللي موجود عندهم هناك. المفروض إن برامج التثقيف الغذائي بتدعم هذه الفئات بحيث إن احنا نقضي على المجاعة والمال نيوتريشن السائدة ما بين الأطفال والشباب اللي موجودين في هذه البلاد. طيب بعد كده عندنا هو needs nutrition education، مين اللي محتاج النيوتريشن education؟ اللي محتاج النيوتريشن education ديت all groups to protect people's health، كل الجروبات اللي بتحتاج لحماية صحتها، يعني مش احنا مش بنختص بفئة معينة موجودة في المجتمع، لا all groups. اذا النيوتريشن education كل افراد المجتمع محتاجاها، ليه؟ دي حماية للهيلث لصحتهم بصفة عامة. طبعا احنا عارفين ان الغذاء الصحي السليم بيؤدي الى حياة صحية سليمة، واحنا شرحنا بردك الكلام ده كتير وقلنا تعتمد الوجبة الغذائية بتاعتنا على المجموعات الغذائية الاربعة اللي هي بتتمثل في احتوائها على الست عناصر: بروتين، الدهن، الكربوهيدرات، الفيتامينز، المينرالز، المية. لابد ان كل وجبة حتى لو كانت وجبة الفطار الوجبة البينية تحتوي على مثل هذه العناصر الغذائية عشان نكمل وجبة غذائية بالكمية والنوعية، يبقى احنا بنراعي الكميه والنوعيه مع السن مع العمر، سوري مع السن مع الطول مع الوزن. دي شروط تكوين الوجبه الغذائيه الصحيه السليمه. التنوع اللي هو الفاريتي، لو نفتكر لما شرحنا الكلام دوت احنا شرحنا النقط دي وقلنا لازم لابد. طب احنا هنقول الكلام دوت ما ينفعش، لازم نبثه للاطفال كعمليه education، يعني ايه عمليه تعليميه بتبدأ من الصغر. زي ما احنا شايفين كده الام قاعده بتعلم اولادها او المدرسه في الفصل بتبدا تدي ارشاداتها، زي ما قلت لازم نخصص حصه للتدخل او للتثقيف او للتعليم الغذائي داخل المدارس عشان تطلع الاجيال عندنا عندها عادات وممارسات واساليب صحيه سليمه بحيث تقدر تتعايش وتتمتع بحياه صحيه جيده. الكلام ده موجود عندنا في الشريحة دي. يبقى أول حاجة بنحتاج الـ Nutrition Education for all groups كلها to A لبروتكت people's health لحماية الصحة. مين الناس دول؟ المذرز، الهازباند أند ألزو تيتشرز، وكذلك المدرسين need to know، لا يكون يعني دول كمان بيحتاجوا المعرفة والبراكتس good nutrition، لازم يكون عندهم براكتس كويس عن التغذية الجيدة for themselves ليهم وكمان also for children وللأطفال. those who are caring for children، كمان احنا المفروض ان التوعية الغذائية دي لكمان للcaring for children اللي هم الناس المختصين بالرعاية الصحية للأطفال. كتير منا بيجيب بعض يعني مثلا يجيب زي مربية للأطفال في البيت أو اللي بيودوا الحضانات، بتبقى فيه طبعا المدرسة المخصوصة عن الأولاد خاصة في السن الصغير، المفروض إن هي تبقى عندها وعي وثقافة غذائية بحيث إنها تتعامل مع الأفراد في هذه المرحلة من العمر بأسلوب علمي صح، تديهم احتياجاتهم الغذائية، بتنبه على الأمهات إن هم يجيبوا مثلا كذا، يعملوا كذا، الوجبة لازم تحتوي على كذا، وهي بتباشر ده بنفسها، ده المفروض. وكمان أو الناس اللي إحنا بنزل فرزة sick people، sick people اللي هم الناس المرضى، بردك احنا بيبقى ساعات بنجيب لهم caring في البيت، بردك المفروض ان الناس دي هم دول من اكتر الفئات اللي محتاجه للنيوتريشن education، لان زي ما احنا قلنا قبل كده ان من فوائد التغذيه الصحيه السليمه اول حاجه الوقايه من المرض. طيب في حاله اذا كان في مرض فعلا فاحنا بنقول ايه؟ اما انها بتبقى
وسيلة من وسائل الشفاء، أو إنها بتكون أو بتساعد على عدم تفاقم المرض، يعني عدم ازدياد المرض عند الشخص المصاب بيه. إذن الغذاء له وظيفة مهمة أو 3 وظائف مهمة في الجسم. علشان كده إحنا بنقول لابد يكون عندنا توعية وتثقيف غذائي حسب كل حالة قدامنا، وعلى حسب طبيعة الانديفيدوال اللي موجودين معاه. طب people living with، الناس اللي بتعيش مع الكرونيك ديزيز، الامراض الايه المزمنه، ذات نيد دايتري انترفنشن، دول بقى كمان محتاجين لتعديل للوجبات بتاعتهم، و مش تعديل، تدخل غذائي. زي ما انا قلت لكم، اذا الكرونيك ديزيز دي ممكن تبقى دايابيتيك اللي هي زي السكر او الضغط او مرضى القلب او مرضى الكانسر، كلهم محتاجين تدخل بالتغذيه الصحيه السليمه. خلاص دي كده كانت شيم فور بلانينج نوتريشن اديوكيشن. عشان نعمل تخطيط لبرنامج غذائي بيعتمد على 4 اوجه، بيزد اون 4 فيسز، يعني بيعتمد على 4 خطوات. اول خطوه كونسبتلايزيشن، يعني نتصور او يعني اول خطوه خطوه تصور المشكله. بتمر ب3 مراحل تصوير المشكله ديت. ايه هي المراحل دي؟ اول حاجه الديفينيشن او تعريف النيوتريشنال بروبلم، المشكله الغذائيه، عايزين نعرف ايه هي المشكله دي. ديترمينينج ذا كوز اوف ذا بروبلم، يعني ازاي نحدد اسباب هذه المشكله. بعد كده استابليشينج ذا اديوكيشنال فارمر وورك، يعني ازاي نحط اطار تعليمي لها او خطه تعليميه، او يعني بيان كده نحطه بنقول فيه ايه المشكله بتاعتنا عباره عن ايه وايه سببها وايه الخطوات اللي احنا هنمشي عليها. تاني فيسز او تاني قاعده تاني بيز عندنا الفورموليشن. يعني ايه؟ يعني هنصيغ بقى، يعني نعمل صياغه للمشكله بتاعتنا دي عن طريق سيتنج اوبجكتيف اللي هو نحط الموضوع بتاعنا، نبدا نصيغ المشكله بتاعتنا. تاني حاجه ديزاين مسج، يعني نبدا يعني ديزاين ننفذ بقى، يعني نحط تنفيذ او تصور ليها ونعملها. تشوزنج ذا ميديا اند مالتي ميديا كومباينيشن، يعني نختار الطريقه اللي نقدر نوصل بيها هذا الاطار او البلاننج اللي احنا هنعمله للناس اللي احنا هنحل مشكلتهم دول، عن طريق المالتي ميديا او عن طريق الميديا اللي هي الوسائل الاعلام او الوسائط المتعدده زي الانترنت، زي ايا كان نوع الوسيله ان هنوصل بيها. يعني احنا هنحدد ايه هي المشكله الاول، نتعرف على المشكله، نعرف ايه سببها، نحط اطار او نحط خطه او اهداف لحل هذه المشكله. تاني حاجه هنعمل نبدا نعمل فورموليشن، يعني تنفيذ بقى، يعني نبدا نحط يعني الموضوع بتاعنا في اطار الحل. نبدا نصمم رساله نوصلها للناس ديت، نبدا نختار الطريقه اللي نوصل بيها هذه الرساله للانديفيدوال او الكوميونتي، المجتمع اللي احنا هنحل فيه هذه المشكله. بنختار الوسيله دي اما عن طريق وسائل الاعلام او عن طريق المالتي ميديا اللي هي الوسائط المتعدده. طيب نيجي بعد كده امبلمنتيشن. امبلمنتيشن ديت يعني ايه؟ مرحله التنفيذ بقى. عشان ننفذ محتاجين لايه؟ بروديوسنج ذا ماتيريال، الماتيريال اللي احنا محتاجينها للتنفيذ. تريننج ذا تشينج ايجنت، يعني نشوف ايه يعني عايزين نشوف نعمل يعني ايه، نشوف كل التغيرات اللي موجوده اثناء مرحله وضع الاهداف ووضع حل المشكله اللي هم بيها. اي تغيير بيتعرضوا ليه نبدا احنا نتمرن على حل هذه التغيرات. بعد كده executing the communication intervention، يعني ايه؟ يعني نبدا نعمل تنفيذ للتداخل ما بيننا وما بينهم. يعني احنا خلاص حطينا الاطار بتاعنا، بدأنا حطينا لهم خطة، حطينا الأطر العامة ليها، نبدأ ننفذ عن طريق أحد الوسائل الإعلام اللي احنا قلنا عليها أو وسائل الاتصال بيننا وبينهم. بعد كده نشوف بقى إيه إزاي يحصل تداخل بالاتصال ما بيننا وبينهم. علشان على الخطة ديت نعرف إذا كان الخطة ماشية صح أو فيها أو بتحقق الغرض منها أو بتحقق الأهداف، لابد يكون في تقييم لكل خطوة من الخطوات دي. يعني أنا بدأت الأول اتعرفت على المشكلة، حددت إيه سببها، حطيت إطار تعليمي ليها أو إطار لتنفيذ أو إطار حل لهذه المشكلة. طيب أبدأ بقى أنا إيه
اشوف هل الاهداف اتحققت ولا ما اتحقق، عن طريق الايفالويشن اللي هي اخر خطوه بعمل عمليه تقييم الاهداف اللي انا حطيتها دي اتحققت ولا ما اتحققتش. تاني حاجه، هل الناس او السكان اللي انا البوبيوليشن اللي انا اتعاملت معاهم هل هم راضيين عن هذه الخطه ام غير راضيين عنها؟ ده لازم ده هيبقى في عندي يعني سؤالين مهمين جدا، هل تم تحقيق الاهداف، هل هم جم بعد كده evaluation must respond to following two question have the objective been achieved، هل الخطة اللي انا وضعتها او الاهداف اللي انا حطيتها اتحققت، دي اول حاجة لازم اعرفها. تاني حاجة، هل has the implementation process satisfying the target population، هل العملية اللي انا قمت بيها دي كانت مرضية للسكان او للpopulation الناس اللي انا يعني نزلت عشان احل مشكلتهم. لازم اعرف كل دوت علشان وانا واتابع واقيم اول باول الخطه اللي انا وضعتها للقضاء على البروبلمز او المشكله اللي موجوده في مكان ما. طيب النيوتريشن اديوكيشن عشان يتم لابد يكون له ماتيريالز، ماتيريالز يعني ادوات استخدمها لاتمام عمليه النيوتريشن اديوكيشن. ايه هي الادوات ديت؟ اول حاجه مش يعني مش ادوات يعني ماتيريال، هنا المقصود بها خطوات امشي عليها علشان تقدر يكون البرنامج بتاعي برنامج ناجح وله هدف فعلا قدرت احققه. علشان البرنامج بتاعي ده يكون ناجح لازم احقق فيه 10 خطوات. اول حاجه A voice and clear message goal، يعني ايه الكلام ده؟ يجب او الهدف بتاع الرسالة بتاعتي، الجول زي هنا الهدف بتاع الرسالة بتاعي يكون clear واضح وكمان يعني واضحة وسهلة بسيطة، ما تكونش الهدف اللي انا حطاه يكون صعب تحقيقه، لا احط هدف سهل وبسيط وواضح للانديفيدوالز اللي عندي او البوبيوليشن اللي انا بتعامل معاهم. No more than 3 to 4 key message، ما يكونش ازيد من 3 إلى 4 رسائل، يعني ما تديهمش معلومات كتير مره واحده، ما تعملش معاه بكميه من الاسئله والخطط الكتير، لا اكون دايما انا حريصه ان انا استخدم رساله صغيره واضحه سهله، سهل ان انا اوصلها لهم، سهل التفاهم معاهم، سهل وتكون واضحه ليهم هم قبل، يعني مش المفروض انها تكون واضحه ليهم، المفروض تكون واضحه ليهم هم. Short direct clear and concise sentence، يعني ايه الكلام ده؟ يعني تكون short direct يعني جمل بسيطة ومباشرة، direct يعني مباشرة، clear يعني واضحة، وكمان موجزة تكون يعني مختصرة ما تكونش مع عبارات كبيرة. طب including must important information at first، يعني بما بتكون بتحتوي على اهم المعلومات، most important information اهم المعلومات اللي انا عايزه اوصلها لهم، يعني الجمله البسيطه المجازه ديت تكون فيها اهم معلومه انا عايزه اقولها لهم، يعني ما اقعدش اقول لهم علشان تعالجوا الانيميا لازم تاكلوا حديد، لا يا جماعه احنا جايين نقول لكم ببساطه جدا احنا بنعمل برنامج غذائي، البرنامج ده بيحتوي على 1 الاغذيه النباتيه والحيوانيه اللي بتحتوي على نسب عاليه من الحديد، الاغذيه الحيوانيه موجوده في الكبد في الكبده والقلب والبيض واللحوم الحمراء، يبقى انا اديت معلومه يعني هاخد الحديد من الاغذيه الحيوانيه المتمثله في كذا وكذا، هاخد الحديد من الاغذيه النباتيه الموجوده في السبانخ مثلا، موجوده في التفاح وهكذا. اذا انا بدي المعلومه وبدي مثل شورت دايركت، يعني حاجه بسيطه سهله صغيره وفيها اهم المعلومات اللي انا عاوزه اوصلها ليهم. ريبيت ذا ايديا ميني تايمز، اراجع اكرر الفكره عده مرات، اقولها كذا مره المعلومه اقولها لهم كذا مره، يا جماعه النهارده هنعمل كذا كذا كذا، البرنامج بتاعنا هنعمل كذا، كل يوم اعمل ريبيت مراجعه معاهم اول بحيث ان انا اضمن ان المعلومه تكون وصلت لهم وبداوا هم يقتنعوا بيها، اهم حاجه الاقتناع، تبقى رساله صغيره بسيطه واضحه سهله سهل تنفيذها وكمان تكون داخله في الهدف بالظبط وتدي معلومه واضحه وهي تبقى عباره عن رسالتين ثلاثه بالكتير ما تزيدش عن كده. كمان not including unnecessary information، ما يكونش فيها معلومات غير ضروريه ملهاش لازمه ان احنا نقعد نتكلم كتير، لا تكون بسيطه وسهله وصغيره وفي الهدف بالظبط ما نزودش في المعلومات بتاعنا. نمره 7 including direct pronoun such as، تكون بتحتوي على pronoun يعني زي ايه تعبيرات بسيطه
على سبيل المثال يو اي يعني انت لازم تعمل كذا، لا اعمل كذا، لا حط كذا، لا كل كذا، وهكذا. كلير اند سيمبل هيدنج يعني العنوان بتاعها يكون سهل وبسيط وواضح، والسب هيدنج كمان يعني المعلومات الفرعيه كمان لازم تكون سهله وبسيطه. يبقى انا بحط كده الاطار بتاعي بيبقى عباره عن عنوان رئيسي يكون سهل وبسيط، تحت منه عناوين رفيعه او عناوين صغيره بتاعها بتكون داخله في الهدف، ما كترش منها. خلاص انا عاوزه اعالج الانيميا، هستخدم اغذيه حيوانيه، اغذيه نباتيه، هتابع معاكم، هيبقى في تقييم مستمر يوميا او كل اسبوع، وهكذا. انكلودنج الفيجوال، لازم تكون بتشتمل على، احنا قلنا العناوين الواضحه والبسيطه اللي هي السب هيدن، او خلاص قلنا العناوين الفرعيه، وقلنا يكون بعد كده الضمير يكون مباشر. اوكي، تكون بقى محتوي على ايه، فيجوال بيكتشر اور جرافيكس، يعني ايه تكون محتوي، يعني فيها عناوين، فيها صور، فيها رسوم بينيه، فيها حاجات تبقى جذابه لل الانديفيدوال اللي قدامي. يعني مثلا انا اجيب مثلا صوره للهرم الغذائي، هتبقى القاعده بتاعتي زي ما احنا متعودين كنا بنحط المواد الكربوهيدراتيه، لا نحط بقى الاغذيه اللي فيها نسب عاليه من الحديد. يعني اقول له كل العيش الاسمر، يبقى صوره هنا كده للعيش البلدي بتاعنا، هو ده اللي غني بالحديد لانه عيش منه معمول من القمح اللي هو فيه القيمه الغذائيه بتاعته عاليه، فبالتالي نبعد عن العيش الابيض، نبعد عن العيش الفينو، ونبعد عن كده، ونحط صوره للعيش البراون اللي هو الغامق اللي هو العيش البلدي بتاعنا اللي هو معمول من حبه القمح بتاعتنا، وهكذا. نخش على الخضروات والفواكه مثلا، او نخش على مجموعه اللحوم، بحط له اللحوم الحمراء، بحط البيض، بحط الكبده. اجي اخش مثلا على دي اهم حاجه في الخضروات مثلا والفواكه، او اتخير نوع الفاكهه اللي فيها نسبه عاليه من الحديد، اتخير نوع الخضروات اللي فيها نسبه عاليه من الحديد، وهكذا. يبقى انا حطيت له صوره واضحه بسيطه جذبت انتباهه، وصلت له المعلومه باسلوب بسيط وسهل. فور اكزامبل يعني عايز احط لنا اكزامبل يعني. طب ايه هي الميديا بقى اللي احنا، الميديا اللي احنا بنقول عليها الكوميونيكيشن، اللي هي كوسيله اتصال بيننا وبين، كاحد وسائل الاتصال للنيوتريشن اديوكيشن، يعني للمسج بتاعتنا اللي احنا بنعملها. في عندنا تو تايب فور ميديا. ايه هو التو تايب بتوعنا، او النوعين يعني من الميديا اللي احنا ممكن نستخدمها؟ الفيس تو فيس كوميونيكيشن، دي اللي هي الانتر بيرسونال اور جروب كوميونيكيشن، احنا زي كده المحاضرات والندوات اللي احنا بنعملها دي بتبقى اسمها فيس تو فيس، بنواجه بعض بيها، نبقى وجها لوجه مع بعضينا، يعني عن طريق المحاضرات والندوات والمعلومات التثقيفية في الأماكن اللي يتواجد فيها المحاضر، واللي كمان عاوزين يتلقوا المعلومات. تاني حاجة عندنا الماس ميديا اللي هي بتشتمل على السوشيال ميديا، الاكزامبل عندنا زي الفيسبوك وتويتر وبرينتر وانستجرام. الديجيتال كونتنت الاكزامبل بتاع زي الويب سايت اللي هي الايميل بتاعنا، البلوك بوستس والفيديو، الاي بي سي اللي هي الوسائط المتعددة زي ما بنقول. طيب البرنت ماتيريال اللي هي الحاجات اللي هي الماتيريال اللي احنا بنطبعها زي الهاند اوست اللي هي اللوح يعني اللي احنا بنرسمها بايدينا، البروشور اللي احنا ممكن نعمله، المطويات، الكتيبات الصغيره، البوسترات، دي كلها اسمها برنت ماتيريال. الماس ميديا اللي هي فوق على سبيل المثال يعني الاكزامبل بتاعها زي الراديو، التلفزيون، النيوز بيبر اللي هي التلفزيون والراديو والاخبار، والنيوز ويب سايت اللي هي الاخبار اللي بتعرض على الويب سايت اللي هي مواقع التواصل. الناس اللي ما عندهمش كان عندهم فرصة للتعليم في الصغر وما اتقنوش التعليم، مش احنا بنعمل ايه دلوقتي؟ عندنا هيئة تعليم الكبار اللي بتعمل نشر التعليم، خاصة لان هم الناس الاميين الكبار في السن او حتى الصغيرين اللي ما كانش عندهم فرصة ان هم يتعلموا نتيجة لجهل اهاليهم بحاجة زي كده او احتياجهم ليهم، زي ما بنشوف كده اللي بينزل ابنه يشتغل، اللي بيروح يشغله عامل ويشغله في الارض، اللي الظروف اللي احنا فاهمينها دي كلها. اذا احنا عندنا شريحه من المجتمع فيها حاجه اسمها محو اميه هذه الشريحه، احنا بنعلمهم، بنعمل لهم فصول بعد الظهر بعد انتهاء اليوم الدراسي، بنديهم بيحصلوا عن طريق هيئه تعليم الكبار على شهاده الابتدائيه، وفي منهم كمان اللي بيكمل، صح ولا لا؟ المهم ان احنا بنمحي اميه هؤلاء الافراد اللي هو ما تمكنوش في الصغر من اتمام العملية التعليمية بتاعتهم. اهم حاجة انهم يعرفوا يقروا ويكتبوا عشان يتعرفوا ويعرفوا الدنيا فيها ايه، يعرفوا يقرا الجرنان يشوف ايه الاخبار فيها. نفس الكلام حتة محو الامية، صحيح ان احنا عندنا جهل او عندنا
عدم وجود ثقافة صحية أو وعي صحي بالخدمات الصحية اللي ممكن تكون مقدمة لينا وإحنا مش عارفينها. فبالتالي إحنا بنقول لا، مهم جدا إن إحنا نمحي الأمية الصحية اللي موجودة، لأن طالما عندنا تثقيف صحي يعني عندنا وعي، يعني عندنا تغذية صحية سليمة، يعني بنتمتع بحياة صحية سليمة. بينقصنا إيه؟ بينقصنا إن إحنا يكون عندنا الوسيلة أو الطريقة لتوصيل المعلومة لينا. طيب احنا الحمد لله عندنا المراكز الصحية موجودة، فيها وعي صحي، او في وعي صحي، يمكن حتى نسمع كلنا عن مثلا القضاء على فيروس سي والحملات الصحية اللي اتعملت وتحليل فيروس سي وتوفير العلاج لكل الناس. لما الحملة دي قامت كلها في وقت واحد للبلد كلها، اصبح في يعني قضينا على فيروس سي، او على الاقل مش هقول بنسبة 100%، على الاقل بنسبة 90%، صح ولا لا؟ نتيجة الحملات والتوعية. احنا شوف الطريقة والاسلوب اللي تم استخدامه وتوصيل المعلومة للناس عن طريق التلفزيون والراديو والحملات الاعلامية والنزول في الشوارع ووجود العربيات بتاعة الصحة بتاعتنا في كل مكان، دخلت الجامعات ودخلت المدارس ودخلت في الشوارع في كل حتة، اصبح في وعي. ما عندناش حتة الايه الهيلثي ليترسي اللي هي الجهل او البحول او الامية الصحية. دلوقتي بقى عندنا ايه؟ في وسيلة لمحو هذه الامية. بنقول دايما زي ما بنقول كده على اللي هم الناس اللي عندهم محو امية او ما عندهمش فرصة ان هم يتعلموا، دايما بنقول ان الناس اللي ما كانش عندها فرصة للتعليم او تعليمها محدود، نفس الكلام الناس اللي تعليمها او معرفتها بأوجه الرعاية الصحية المحدودة. مين هي الناس ديت؟ الاولدر أدلت، الناس الكبار في السن، زي بالظبط الناس الكبار اللي في السن اللي ما خدوش حظهم من التعليم، هم دول اللي احنا بنسعى لتعليمهم ونديهم نعلمهم ازاي يقروا ويكتبوا، يعرف يقرا يكتب اسمه ويعرف يقرا جورنان وهكذا. نفس الكلام احنا بنقوم بنفس هذا الدور عن طريق التوعية الصحية ونشر الوعي الغذائي بين افراد المجتمع بالطرق اللي احنا قلنا عليها، سواء كان عن طريق المالتي ميديا او عن طريق الميديا العادية، وسائل الاعلام على التلفزيون والراديو والنيوز بيبر الاخبار وهكذا. اوكي، البيبل هو دو نوت هاف ا هاي سكول ديجري، الاشخاص اللي هم ما كملوش تعليمهم ولا دخلوا تعليم عالي، اللي هم مثلا دخلوا الجامعات او دخلوا الثانوي اقتصر تعليمهم على المرحله الابتدائيه او المرحله الاعداديه. طبعا اكيد يعني نتيجه يعني ما فيش توسيع للمدارج ولا المفاهيم بتاعتهم، فبالتالي كان الافق بتاعتهم ضيقه. فزي ما هي ضيقه في التعليم العادي ضيقه في كل حاجه برضه. البيبل اكسبيرينس لو انكم ليفل، الناس اللي هي دخلها بسيط ما عندهاش الممارسات اللي تساعدها على الدخل، انها تبقى يعني ذات دخل عالي، يعني يبقى دخلها مرتفع، يبقى مستوى منخفض في ايه؟ في الدخل. اخر حاجه الناس البيبل ويز دول بقى اللي هم بيعانوا من حالات صحيه خطيره معرضه للخطر، اللي هم اكثر خطوره، عندهم امراض خطيره شويه. بص ليه عندهم الامراض دي اصبحت خطيره عندهم ليه؟ او تفشل طبعا نتيجه لسوء الرعايه الصحيه، عدم الالتزام بالادويه اللي بتبقى مقرره من قبل الطبيب، مفيش تدخل ولا تثقيف صحي ولا تثقيف غذائي، فبالتالي بيحصل ايه؟ بتوصل لحاله من الحالات اللي هي بتبقى معرضين للخطر الايه؟ الصحي. وبالتالي احنا بنقول احنا عايزين نمحو هذه الاميه، يبقى عندنا محو اميه صحيه، لازم يكون عندنا معلومات صحيه، لازم نتعرف على الخدمات والرعايه الصحيه المتوفره واللي موجوده اللي هي ممكن تساعدني لتخليني نهوض بصحتي. بعد كده زي ما بقول انا عايزه اعمل تثقيف غذائي، وبنقول نحط اطر ومعلومات واهداف، نفس الكلام بالنسبه للتثقيف الصحي. الاثنين هما الاثنين يعني وجهتين لعمله واحده. لما يبقى عندي تثقيف صحي يعني تثقيف غذائي يعني حياه صحيه سليمه. اوكي، بعتذر يا اولاد عن التوقف لان حصل ان جاتلي مكالمه تليفونيه وكده، فانا بعتذر يعني. انا اصلا احنا قلنا اول خطوه لبناء الاستراتيجيه للنيوتريشن اساس تقييم الاحتياجات، ايدنتيفاي اند بريورايتس اللي هي تحديد الاولويات وتعريفها، تعريف المشكله وتحديد الاولويات بتاعتها، سيت جولز اند اوبجكتيفز بنحط نبدا نحط الاهداف بتاعتنا والموضوع ايه هو وايه اهدافه، ديفلوب استراتيجي يعني بناء الاستراتيجيه اللي احنا هنمشي عليها، امبلمنتيشن نبدا ننفذ، المونيتور اند ايفالويت اللي هي عمليه الاصلاح والتقييم في النهايه. باي استراتيجي للنيوتريشن بصفه عامه بنمشي على الست خطوات دول. طيب نيوتريشن بيهيفير تشينج كوميونيكيشن از ديفرنت فروم نيوتريشن ايدوكيشن، يعني ايه الكلام ده؟ بيقول لك ان السلوك الغذائي
او تغير السلوك الغذائي. ايه اللي بيحصل عشان يتم تغيير السلوك الغذائي او الانماط بتاعتنا؟ عن طريق ايه؟ عن طريق التثقيف الغذائي. احنا عندنا تثقيف غذائي له هدف. ايه هو هدفه؟ زيادة الوعي او المعرفة او التواصل. دي خلاصة المحاضرة بتاعتنا. الهدف من التثقيف الغذائي بيهدف الى زيادة الوعي او المعرفة. Nutrition Education aims at increasing awareness or knowledge. يبقى بيهدف الى زيادة الوعي او المعرفة وايه؟ والتواصل. Behavioral change بيحصل تغيير للسلوكيات. Communication مجتمع مع بعضيها في عملية مستمرة يعني. Is an ongoing process that required effect communication to breathed, enhance and support and change. يعني بنقول ان تغيير السلوك ده عبارة عن عملية communication يعني مستمرة. وكمان is an ongoing process يعني عملية فعالة. That requires effective وليها تأثير او بتقنع او بتغير. وكمان encourage تشجيع ودعم التغيرات اللي هي موجودة في المجتمع. For example عندنا مثال بيقولك ان الام اللي بتمارس عملية الرضاعة الطبيعية. For example a mother has not tired exclusive before breastfeeding. There need to be at least 3 contact between you and the mother to change her behavior and to help her progress from the awareness stage to the trail stage. يعني ايه الكلام ده؟ بيقولك ان عملية الرضاعة الطبيعية دي علشان السيدة يتم التهيئة ليها بتمر بثلاث مراحل ما بينها وما بين الام. الام بتبدأ في تغيير سلوك بنتها وتعودها على عملية او السلوك الجديد اللي هو تغييرها وتساعدها ان هي تقوم بهذه العملية، وبتبدأ توعيها لحد ما توصل لمرحلة الايه؟ التريل اللي هي ستيج اللي هي مرحلة التجربة. يبقى اذا دي عملية طبيعية، عملية الرضاعة دي عملية طبيعية بس محتاجة لتأهيل وتوعية، وان احنا نكون مع الشخص اللي هو بنأهله لحدوث هذا عن طريق المذر اللي هي الام. بيحصل في ثلاث اتصالات. اول حاجة مرحلة المعرفة، بعد كده مرحلة التجريب وتغيير السلوك، بعد كده المساعدة، بعد نخش في مرحلة الوعي، بعد كده مرحلة التجربة. نسيبها هي تقوم بالتجربة ايه؟ بنفسها. احنا بقى عشان يحصل stage of behavior change، عشان يحصل تغيير للسلوكيات بتاعتنا، لنا في لينكج كده يعني عن التغييرات السلوكية للكوميونيكيشن مانوال، يعني زي نبدأ نحمل تغيير للسلوك بتاعنا. اول حاجة بري اويرنس، قبل المعرفة، قبل الوعي لازم يكون عندنا معلومات. بدأ يبقى عندنا في ايه؟ awareness اللي هو الوعي. طيب تاني خطوة اللي هي البري سيشن. بري سيشن يعني اقناع. لازم يبقى اكون انا مقتنعة ان في مشكلة او مش في مشكلة، انا محتاجة ان انا اغير سلوكي، فلازم اكون انا مقتنعة بيه. خلاص. طيب contemplation يعني ايه؟ contemplation يعني التأمل، او يعني ابقى انا متخيلة ان ايه التغيير اللي انا عاوزاه. طيب encourage اشجع، لازم يبقى في تشجيع. intention يعني الهدف بتاعي ايه، لازم يبقى في تشجيع لتحقيق الهدف ده. طيب meditation اللي هي التفاوض، trial اللي هي مرحلة التجربة، دخلت على مرحلة ايه؟ ان انا اجرب بنفسي وابدأ اساعد نفسي ان انا اغير من سلوكياتي. طيب discuss benefit benefits يعني ايه؟ discuss benefits يعني مناقشة الفوائد. الفوائد دي اللي عادت عليا من نتيجة تغيير سلوكي لازم برضك اناقشها. اعمل adaptation. adaptation بمعنى ان انا اتبنى شيء او اكيف سلوكي جديد. طيب support يبقى في تدعيم، لازم ندعم هذا الادابتيشن اللي حصل. طيب maintains يعني ايه؟ هل التغيير اللي حصل ده والتدعيم ده ادى الى حدوث اصلاح؟ يبقى لازم ان انا ايه؟ لازم يبقى عندي هدف وله نتيجة. خلاص. طيب praise يعني ايه؟ يعني اشادة. telling others يعني نشيد بقى باللي احنا عملناه، يعني نعرف الناس احنا تبنينا سلوك معين، هذا السلوك تم تغييره عن طريق اول حاجة اقناعي، لا جمعت معلومات عن هذا السلوك،
بدأت أشوف الأورنس اللي هي الاتجاهات بتاعتي كانت إيه، بدأت أعمل إقناع وتأمل في السلوكيات بتاعتي عايزة أغيرها، بدأت ألاقي عندي ناس تشجعني على هذا التغيير، حددت الهدف بتاعي، حصل تفاوض، وصلت لمرحلة التجربة، حصلت عندي فوائد، بدأت أناقش هذه الفوائد، عملت أدابتيشن يعني تبنتها، وعملت تكييف للفوائد الجديدة اللي عادت عليا. سبورت، لازم يكون في تدعيم مينتينز، هذا التدعيم بيؤدي إلى الإصلاح، ودايما أنا لما بتبنى حاجة لازم تديني في النهاية إصلاح. بعد كده أنا بشيد بقى باللي حصل ده، خلاص لازم يبقى عندنا تيلينج أذرز، يعني تخبرنا إيه اللي ممكن، إيه اللي أنت توصلت إليه. A variety of protein foods including seafood, lean meat and poultry, egg, legumes اللي هو البين and bear and nuts, seeds اللي هي الحبوب and soya product اللي هي منتجات الصويا كلها. اذا احنا عندنا لازم يكون في variety يعني تنوع من الاغذية البروتينية، ما تبقاش كلها بروتين حيواني ولا تبقى كلها متمثلة في اللحوم، لا نشكل السيفود اللي هي منتجات البحرية كلها، اللحمة الحمراء، الفراخ، البيض، الليجومز لازم يبقى في عندنا من البقول، لازم يبقى عندنا الناتس، لازم يكون عندنا الحبوب اللي هي سيدز اند الصويا برودكت اللي هي منتجات الصويا بجميع انواع. الاويلز طبعا لازم تكون الوجبه بتاعتنا فيها الاويلز اللي الجسم محتاجها طبقا لايه، ما ننساش دايما الكلمه اللي موجوده عندنا الكالوري ليفل، الاحتياجات بتاعتنا او السعرات الحراريه بتاعت كل شخص طبقا لايه، للسن والوزن والطول، ما ننساش الثلاث حاجات دول. الهيلثي ايتينج باترن ليميتد، لازم تكون الوجبه الصحيه بتاعتنا محدوده في ثلاث حاجات، الساتوريتد فاتي اسيد اند ترانس فاتي، والادد شوجر اللي هي السكريات المضافه، والصوديوم. لازم نحد من ثلاث عناصر غذائيه او نستخدمهم بكميات بسيطه علشان نحقق ان الوجبه بتاعتنا تكون صحيه. نقلل الساتوريتد فاتي اسيد اللي هي الدهون الحيوانيه بصفه عامه، والدهون المهدرجه سوري اللي هي الخليط ما بين كذا وما بين كذا ترانس فات، الاد شوجر اللي هي اضافه السكر او السكريات المضافه، الصوديوم اللي هو الملح. مش معنى كده ان احنا بنقول ما فيش، لا انا بقول ليميتد، ليميتد يعني نقلل الكميات المستخدمه. فاكرين لما قلنا ان المفروض ان احنا بنيجي ناخد سعراتنا من المواد الكربوهيدرات سوري المواد الدهنيه، بنقسم ال 30% 10 ساتوريتد فاتي اسيد و10 ان ساتوريتد فاتي اسيد و10 ترانس فات، فاكرين الكلام ده؟ يبقى يتم الاد شوجر، لازم نضيف الشوجر بتاعنا، الشوجر اللي هو السكر وليست المواد الكربوهيدراتيه. المواد الكربوهيدراتيه قلنا بناخدها في صوره كومبليتد كربوهيدرات اللي هو في صوره الستارش او المواد الالياف او الول جرين اللي هي القمح الكامل، وبنبقى نسبه مثلا لو انا هاخد حوالي 30% او 35% من الكومبليتد اللي هي السكريات المعقده يعني. اما السكريات اللي هي السكر اللي بنضيفه ده بيبقى بنسبه من 10 الى 15%. الصوديوم احنا بنحد من الصوديوم نقلله عشان بردك الهايبرتنشن، الناس اللي هم معرضين للاصابه بالضغط الايه العالي. خلاص كده key recommendations that are quantitative are provide for several component of the diet that should be limited. بنقول بيتم توفير التوصيات الرئيسيه دي لعده مكونات من النظام الغذائي لازم تكون محدودة وتبقى مصدر قلق خاصة للصحة العامة، لكن احنا بنقول ان دايما جداول التوصيات الغذائية اللي احنا بنوصي بيها وباستخدامها بتدينا اقل كمية ممكنة من المادة الغذائية التي تفي باحتياجات جسم الانسان، خلاص، وبتساعد الجسم او بتساعد الافراد على تحقيق انماط الاكل الصحي في ضوء السعرات الحرارية بتاعتهم اللي هي ايه بقى، اللي احنا بنستهلك اقل من 10% من السعرات الحراريه بتاعتنا في صوره سكريات مضافه. These components are of particular public health concern and the specific limited can help individual achieve healthy eating pattern with high calorie limited. لازم ان احنا علشان نحقق انماط الاكل الصحي لازم نحد من او يعني نعمل ايه حدود لاستهلاكنا ليه الثلاث عناصر اللي احنا قلنا عليهم دول. ازاي؟ عن طريق ان احنا بنقنن السعرات الحراريه بتاعتنا زي ما احنا شايفين، المفروض يكون معدل استهلاكنا اقل من 10% من التوتال كالوري من اضافه الشوجر اللي هي consume less than 10% of calorie per day from add
added sugar برضك consume less than 10% of calorie per day from saturated fat. Consume less than 2 milligram and اقل من 2300 ملي جرام بير داي اوف صوديوم. يعني المفروض ان احنا بنستهلك اقل من 2300 ملي جرام، يعني حوالي 2.3 جرام من الملح يوميا. ده المفروض اقل من كده، يعني بناخد يدوب على طرف المعلقه ملح. ده بالنسبه لي يعني تمليح كل الاكل. يعني if الالكول is consumed it should be consumed in moderation. اذا كان في لابد من استهلاك الكحول، يعني يكون استهلاكنا معتدل. up to one drink per day for women، يعني نستهلك كوب واحد بس في اليوم للwoman. and up to drink two drinks، يعني ممكن احنا نستهلك كمان كوبايتين per day for men، لكل للذكور كوبايتين في اليوم. and only by adult of legal drinking age. وبعدين كمان بنحد، يعني ما يبقاش استخدامنا للادلت الا طبقا للقانون، يعني في قانون معين لابتداء شرب الادلت للالكول، المفروض ان هم يتبعوا هذا القانون. example for sample education message، دي عباره عن سامبل قدامنا زي رسائل للeducation nutrition، سامبل بسيطه فيها معلومات قليله هدفها واضح، بتقول لنا الخطوات اللي احنا عاوزين نوصلها للبيرسون اللي قدامنا او حتى للجروبز كلها باسلوب بسيط سهل موجزه بسيطه معبرات قليله. طيب بتقول ايه؟ بنيجي هنا نوجه رساله للاطفال، eat play grow، يعني كل كويس العب، ان مراحل نموك هتكون سريعه و يعني معدل النمو بتاعك يكون طبيعي. طيب هنا مثلا بيقول لنا ايه step for success، يعني الخطوات للنجاح. ايه هي خطوات النجاح عندنا؟ make half your plate fruits and vegetables، يعني اصنع نص طبقك. make half your plate، اصنع نص طبقك منين بقى؟ fruits and vegetables، فواكه وخضروات. choose lean protein، اختار اللحوم الحمراء. choose food from the الفايف فودز جروب، اختار الاغذيه بتاعتك من الخمس مجموعات. دي رسائل بيتم يعني رسائل توضيحيه باقل العبارات، ابسط العبارات وعبارات واضحه وسهله وسريعه الوصول وسريعه الفهم للبيرسون اللي قدامنا. بردك فور اكزامبل تاني يقول لنا ايه؟ For example, another example, eat 5 fruits and vegetables per day. كل 5 وحدات من الفواكه والخضروات كل يوم. دي رسالة واضحة جدا. طب البليت بتاعنا بقى. How does your plate look? بص هنا البليت بتاعنا اهو. قال لنا ايه؟ half يعني نص الطبق عبارة عن vegetables وfruits. اهو بصورة واضحة صغيرة خالص الطبق my plate. طب هي انا بيبقى عبارة عن ايه؟ بص مقسمه ازاي؟ مدينا الفيجيتابلز الفروتس الجرينز اللي هي الحبوب الكامله، ناخد النشويات بتاعتنا من الحبوب الكامله من القمح زي ما احنا شايفين كده. بعد كده البروتين بتاعنا عباره عن لين ميت اللي هي اللحمه الحمراء، البيض، الحليب، السمك، التونه. خلاص ناخد بقى منتجات الالبان اللي هي ايه؟ منزوعه الدسم او القليله الدسم. ادي دي صوره توضيحيه بسيطه معلوماتها سهله توصل لاذهان الناس بطريقه سهله وبسيطه ورساله واضحه. صوره يعني دي بتعتبر زي مسج كده بسيط نقدر نوضح للناس مكونات الوجبه الصحيه السليمه ايه، وايه اللي المفروض انها تحتوي على كذا وكذا وكذا زي ما احنا شايفين كده قدامنا. صوره عبرت عن كل اللي احنا قلناه في خلال ساعه او ساعتين، سهله وبسيطه. وبالتوفيق إن شاء الله. Thank you.